مساء الخير لكل مشاهدي الام تي في. ديربي جديد عم تشهدوا كرة القدم اللبنانية، ديربي بين البرج وشباب البرج، فريقين من نفس الضيعة، فريقين صعدوا من الدرجة الثانية بالموسم الماضي، البطل والوصيف البرج بطل الدرجة الثانية ووصيفه نادي شباب البرج. حساسية كبيرة بهذه المباراة، نبلش من قبل المباراة من خلال هتافات الجماهير جمهوري الفريقين. بتصور رح تكون مباراة حماسية جدا، فيها حساسية كتير، بتصور رح تكون مباراة قاسية على الفريقين. فنيا ما كتير بنعرف عن فريقي البرج وشباب البرج، ربما اليوم المشاهدين رح يتعرفوا أكثر على الخصائص الفنية لكل فريق. على كل الأحوال معنا كابتن جمال حاجة نحكي أكثر فنيا عن هذه المباراة. يعني مثل ما قلنا الفريقين منهم كتير معروفين، الفريقين دعموا صفوفهم، ربما نادي البرج كان أنشط بمجال التعاقدات والانتدابات، قدر يركب فريق مقبول نسبيا. نادي شباب البرج أيضا يملك مدرب جيد ومساعد مدرب جيد، كذلك نادي البرج يملك مدرب مخضرم اللي هو محمد الدقة اللي كان مساعد مدرب منتخب. انت برأيك قبل المباراة، قبل ما نحكي عن الدربي وأهمية هذه المباراة وأهمية الدربي، يبدو الواضح عند البرج وشباب البرج ما جايين ضيفين على دور الدرجة الأولى، يبدو أنه هن ناويين يبقوا بالدرجة الأولى وناويين مع الوقت يمكن عندهم طموحات كثيرة. والدليل انتدابات اللي عملها فريق البرج بكير والمستوى المقبول اللي عم بيقدمه شباب البرج. يعني أنا شفت له مباراة بالتحضير، الفريق إلى حد ما نوعا ما فينا نقول أنه ممكن يقدر يصمد بالدرجة الأولى. فمن خلال المباراة اليوم من تشكيلة الفريقين وطريقة اللعب بنشوف أنه واضح انه فريق البرج عم يلعب بنظامه العادي اللي هو 4-2-3-1، مقابل شباب البرج عم يلعب ب 4-4-2. واضح انه شباب البرج بده يحاول يمتص بالبدايه ويحافظ، لانه اذا بنشوف فريق شباب البرج خط دفاعه كله من اللاعبين اللبنانيين، ما في اسماء كبيره، فبالتالي يمكن تكون نقطه ضعفه هي خط الدفاع، وسطه وهجومه كثير قوي، فبالتالي عم بيحاول يكسر. ربما الضغط رح يكون على خط الوسط لحتى يخفف شوي الضغط على الدفاع. قبل ما نحكي كابتن بالتشكيلات، خلينا الفريقين فايتين بمعنويات عاليه، نادي البرج خارج أرضه بمباراة صعبة بملعب صعب ملعب المرداشية قدر أنه يفوز بثلاث نقاط من السلام صغرتا، أيضا نادي شباب البرج بملعب صعب وبمباراة صعبة أمام التضامن سور قدر أنه يفوز بثلاث نقاط. برأيك هذا مؤشر على اللي رح نشوفه اليوم بالمباراة؟ أكيد هذا دليل أنه فازوا بمباراتين صعبين كتير كل واحد، وأضاف لرصيده ثلاث نقاط ما يمكن مش بالحسبان، بالتالي يمكن بخليه اليوم لو بيكون مرتاح شوي، ولولا انه مباراه الديربي واهميتها، لولا انه هيدي مباراه لها خاصيتها بالنسبه للفريقين ولا ظروف ولا حساباتها الخاصه، لكنه بتخليه انه داخل بذخيرته ثلاث نقاط من خارج ارضه، هذا كثير منيح، هذا للفنيين مريح لكنه مش للراي العام. بعتقد الفريقين بمستوى مقبول، معنوياتهم عاليه، في جهوزيه باستثناء غياب عبد الفتاح عاشور اثناء الاحماء، هلا دخل احمد خطيب بشكل مع فريق البرج، لكنه الفريقين جاهزين للمباراه. راح نشوف التشكيلتين، وبعد التشكيلتين بدي اسالك يعني على العامل الذهني يلي مهم بهذه المباراه الحساسه، يعني لانه منطقه البرج او ضيعه البرج صار اسبوع عايشه على هاجس هذه المباراه، راح اسالك عن العامل الذهني. بس خلينا نبلش بتشكيله نادي البرج يلي هو مستضيف هذه المباراه. عبد الكريم صالح بحراسه المرمى، وليد اسماعيل، حمزه عبود طبعا اظهره، مالك وعبد الفتاح عاشور اللي كان من المفترض انه يبلش، ولكن بالدقائق الاخيره تم استبداله باحمد خطيب بسبب اصابه بتصور بالظهر، محمد قاسم وحسين ابراهيم السعوق لاعبي ارتكاز، تياغو امارال اللاعب البرازيلي المعروف من ايام طرابلس، من ايام طرابلس كمان لاعب جيد، الاطراف محمد جعفر، حسين العوطة، وسارفو اللاعب المعروف بنادي التضامن سور بالموسم الماضي، كمان يعني مهاجم جيد. هذه تشكيلة نادي البرج 4-2-3-1 4-2-3-1. بالمقابل تشكيلة نادي شباب البرج، نمر لحوب بحراسة المرمى، محمد عدنان ياسين كظهير ايمن، الموسوي، امير الحصري كظهير ايسر، قلبي دفاع حسن هزيمي وعلاء حميه، يوسف عتريس، اغوستينو، علي بزي، كلاوديو معروف، رباعي الوسط، ادمز وكريست ريمي مهاجمين، يعني خلينا نقول برسم تكتيكي 4-4-2. نرجع للعامل الذهني المهم جدا بهذه المباراه، كل مدرب شو كان لازم يقول للاعبينه قبل هذه المباراه؟
رشيد هون لازم نستفيد شوي بالحكي. هي مباراة ثلاث نقاط، مباراة ثلاث نقاط لا أكثر ولا أقل. الديربي بيعني معنويا ونفسيا، ولازم الديربي يكون نوع من أنواع الحافز لتطوير المستوى ولتطوير الأداء، مش يكون بالعكس، مش لنوضع الشحن والضغط على المدرب وعلى اللاعبين وفي حالة خسارة نهاية الدنيا. وهون دور كبير للرأي العام وللجماهير. الجماهير فكري كيف تحمز، شو دور الجمهور؟ عم بيحكي عن شباب البرج والبرج وكل جماهير الأندية. دورك يا مشجع تحفز لعيبك، تحفز فريقك، تفرض عليه أو تحاول تحرضه لتقديم الأفضل، مش تدمر الآخر، مش تشحن، مش تضغطه. دور الجمهور إنك تفيد لعيبتك. نحن إذا بدنا نطور لازم نساعد لعيبتنا ليقدموا أفضل ما عندهم. ما أنا بساعده إنه والله من عم يبلشوا الجماهير بالشتام وبالسبسبه، وهيدي شغلات لازم نبتعد عنها. الجمهور متشنج، واضح انه الجمهور متشنج، لازم نبعد عنها. مش عم بحكي قبل المباراة، مش عم بحكي عن جمهور البرج، عن كل الجماهير. يا اخي طلعوا اناشيد واغاني بتحفز لعيبتكم، بتحمي، ركز على فريقك، مش شتائم بالفريق الاخر، ركز فريقك يقدم افضل ما عنده. هيدا هيك بنبلش نساهم انه نحن نحفز اللاعب يعطي افضل ما عنده، وبالتالي اللاعب ينزل يلعب منيح، وبساعتها بيتطور الاداء، بيتطور المستوى. ما بنضغط على اللاعب وبنخليه نحاول انه ما يعطي افضل ما عنده لانه متشنج. فهذا الموضوع المدرب المفروض يحكي مع اللعيبه. ما هي لمباراه ثلاث نقاط، الفوز فيها مهم معنويا، لكنه بحسابات الدوري الاداء الجيد وثلاث نقاط هو الاهم. وما في شيء اسمه نجمي انصار، ما في شيء اسمه برج وشباب برج، في ثلاث نقاط هي هيدي الحسابات بالنهايه. من المتوقع ان تكون المباراه حماسيه خاصه بوجود الجمهورين، تحديدا جمهور نادي البرج اللي جمهوره كبير نسبيا، عم يتفاعل كثير مع فريقه. نتمنى انه طبعا التشجيع يبقى بالاطر الحضاريه. على كل الأحوال بين الشوطين نحن رح نحكي أكثر فنياً، لأنه ميكون شفنا الفريقين بشكل أوضح. رح ننتقل هلأ لزميلينا فارس كرم وشرب الكريم إلى غرفة التعليق لمتابعة الشوط الأول من مباراة البرج وشباب البرج.